أبو ظبي الرياضية. هذه كرة، هذا ميسي. جول الحل ميسي. إذا غابت الحلول ما لك إلا ميسي. إذا أغلقت الطرق فهنالك من يعرف طريقا آخر، إنه ميسي. ميسي مرة أخرى، ميسي على البرشلوني في كل مكان. تقدم برشلونة، اي والله، تو في الملعب، شو اللي وداه المدرجات، لكن ميسي في كل مكان، ما لها الا ميسي. اذا استعصت الحلول عند الحل الاكيد، عند النهاية السعيدة يسجل ميسي. شوف المرور من الأول والثاني والثالث، وعينك على الرابع، مر وسدد الكرة في مقتل، في مقتل. الأمور الآن فيها تقدم لبرشلونة. ومرة أخرى أيها السيدات والسادة، لا تسأل من سجل، هنالك ميسي، وهنا الهدف اللي يسجل. وبالمناسبة هذا الهدف اللي سجله ميسي هو 16 في شباك بلباو في جميع البطولات في مباراة رقم 22. يعني 22 مباراة ضد فريق نادي بلباو، هذه اللحظات الآن يسجل هدفه 16 وفي مرمى واحد من أقوى الفرق دفاعيا في كرة القدم الإسبانية. اي والله، كل ما قالوا انتهى فاجأهم ان ابتدى الحكاية، وابتدى كاس الملك، وابتدى وتحت نظرات الكبير تشافي. يا جماعة بعض الاشخاص يتركون المكان، لكن انظر ملك اسبانيا فيليب السادس نيمار. وبالتالي شوف 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 راكيتيتش، سواريز اخذها نقلها في المكان السهل. هدف ثاني لبرشلونة، هدف ثاني لبرشلونة، هدفين في الشوط الأول من المباراة عند الدقيقة 36. هدف أول لميسي، هدف ثاني لنيمار. وكما يقول كيني داغليش أسطورة ليفربول، ملك ليفربول، ملك الأنفيلد، شو يقول؟ يقول لك لا أعلم حالة المدافعين اللي يعرفون انهم بكره راح يقابلون برشلونه، كيف يبيتون او كيف ينامون في تلك الليله. Алвес. Передача на Месси. 3-0. И хотя Месси был в этом эпизоде максимально велик, несмотря на свой невеликий рост, конечно, к защитникам вопросы есть. Рывок этот читался. Но, видимо, читался, но написан был на слишком сложном футбольном языке. Еще раз смотрим, как это было забито. Неймар на Дани Алвеса. Прострел. Три человека стоят, смотрят, и Лео с левой ноги воткнул в ближний угол мяч. سلام، يا سلام، بينما جول، جول شرفي، هدف شرفي، هدف يسجله الاسمراني الباسكي ويليامز يسجل في الكاب. شوف التمريرة كانت جميلة خلف المدافعين، لحظة الكرة الصعبة جدا، صعبة جدا من الوضعية الخلفية، يأتي بلمسة ساحرة بالرأس هذه المرة. نعم ويليامز يسجل، وبالتالي صارت 3-1، صارت 3-1، هدف متأخر بعض الشيء.